لكم معنا في حصتكم إيكو كويز. إيكو كويز هي حصة اقتصادية ثقافية ترفيهية تأتيكم كل يوم على قناة الاقتصادية الأولى. اليوم رانا في الجزائر العاصمة وبالضبط في سعيد حمدين، نروح ونطرحوا بعض الأسئلة على الشارع الجزائري ونشوفوا شكون راح يقدر يربح معنا هدية من عند شهقانا. رمضانك؟ رمضان اختي. واش راك شويه لاباس مع رمضان العام هذا؟ الحمد لله صافا لاباس الحمد لله. راك مع برنامج ايكو كويز. ايكو كويز برنامج هذا ثقافي ترفيهي او ميم طون، نعطيوك 3 كيسيون، سؤال في الدين، سؤال في الاقتصاد، سؤال في الثقافه العامه. الا جاوبتهم صحاح مع شرط صغير راح تربح ان كادو. الله يبارك ان شاء الله. اوكي نبداو لك، واش من سؤال حب؟ ابداي بالدين بسم الله. سؤال ديني. كان عمر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما توفيت أمه؟ كان في عمر الرسول صلى الله عليه وسلم عام. راح نعطيك اختيارات نعاونك شوية. خلاص. كان في عمره 5 سنوات، 4 سنوات، أو 6 سنوات. 5 سنوات، 4 سنوات، 6 سنوات. 6 سنوات. راك جاوبت إجابة غلطة. معليش فرصة قادمة إن شاء الله. ما كاش كلمة بمناسبة رمضان الكريم. نقول لكم صحة رمضانكم وصحة فطوركم وصحة عيدكم إن شاء الله. إلى اليوم شاركتي معنا وربحتي راح تربحي معنا أمباك من عند شهقانا. لي كونديسيون لازم تجاوبي على 3 كيسيون. لي 3 كيسيون هادو كاين عندنا سؤال في الدين، سؤال في الاقتصاد، سؤال في الثقافة العامة. تخي بيان أوكي إن شاء الله. كم عدد التكبيرات في الركعة الأولى من صلاة العيد؟ صلاة العيد نورمالمون كاين 6. كم كان عمر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما توفيت أمه؟ 5 سنوات. كم عدد التكبيرات في الركعة الأولى من صلاة العيد؟ في صلاة العيد ترى قالوا 7. باش تربح معنا اليوم عندنا 3 كيسيون، سؤال في الدين، سؤال في الاقتصاد، وسؤال في الثقافة العامة. باش تحب نبدا لك؟ في الدين. سؤال في الدين. سؤال في الدين يقول: من هو أول الخلفاء الراشدين؟ أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، ولا علي بن أبي طالب؟ أبو بكر الصديق. والإجابة صحيحة. سؤال في الاقتصاد، في أي بلد ابتكرت عبارة صنع في؟ صنع في؟ أي دوكا أي لبسة ولا أي حاجة نلقاوها صنعت في بريطانيا، صنعت في ماليزيا، صنعت في الصين، صنعت في أمريكا، صنعت اي بلد؟ فابريك ان ميد ان. خلاص راح نعاونوا بشويه اقتراحات. في صنع في الصين، صنع في المانيا، صنع في امريكا. امريكا. والاجابه مش رايق؟ لا لا اجابه غلطه. غلطه معليش معليش فرصه قادمه ان شاء الله. ان شاء الله بارك الله. شكرا. في اي بلد تم ابتكار عباره صنع في؟ صنع في شلاشين. معليش نعطيك اقتراحات وانت يا جيبها تقدر لها زعما. يا نسي. في المانيا، في امريكا، في الصين. المانيا. والاجابه صحيحه. السؤال تاعنا يقول: متى شاركت الجزائر في منتدى الدول المصدره للغاز؟ جانفي 2013. والسؤال جاوبتي عليه؟ خاطئ. مرحبا بكم معنا. مرحبا بكم انتوما، رمضانكم كريم، ومرحبا بكم مره ثانيه في هنايا في كليه علوم الاعلام والاقتصاد بنعكنون. يعني انت طالبه اعلام؟ طالبه مدرسه العليا للصحافه وعلوم الاعلام. ايه معناها عندك شويه ثقافه. طالبه سنه اولى لكن ايه ثقافه موجوده. خلاص راح نطرح لك 3 اسئله. كم عدد الدول الاعضاء في صندوق النقد الدولي؟ 3. راك مع برنامج ايكو كويز. البرنامج هذا فيه 3 كيسيون، سؤال في الاقتصاد، سؤال في الدين، وسؤال في الثقافه العامه. الاعلام تاع الولايات المتحده الامريكيه فيه اشرطه ولا لا؟ فيه اشرطه. شحال كاين شريط فيه؟ ماكش اختيارات فادي صعب بزاف. كم عدد الاشرطه في عالم الولايات المتحده الامريكيه؟ 4. راح نعطيك خيارات نساعدك. نعاونك. راح. 11. ولا 10. ولا 13. 10. 10.
10 11 ولا 13 11 اعطينا هكا جواب بعد نعطيك اختيار في 5 نجوم و 10 بالك 12 كم عدد الاشرطه في علم الولايات المتحده الامريكيه 13 شرط جيد جدا نعطيك خيارات اعطينا خيارات عندنا 10 اشرطه 12 شريط ولا 13 شريط تلتاش والإجابة صحيحة مدام جاوبت على التخوا كيسيون وأغلبية لي كيسيون جاوبتيهم بلا ما نعطي لك الاقتراحات راح تابوني في القناة وتبارطاجيها مع 5 من صحابك وراح تربح معنا لو كادو في دقيقة درك بعد دوكا ديرك آه. لوكادو عندنا لوكادو هذا من عند شركة شارغانا شارغانا هي شركة جزائرية ربح معنا اليوم أيمن واش تقولنا بمناسبة الشهر الفضيل أيمن؟ نقول لكم صحة فطوركم وكل عام وانتم بخير والعقوبة العيد إن شاء الله نلحق إن شاء الله أيمن هادو دي برودوي كوزميتيك لمن راح تهديهم؟ تهديهم لماماك تستعملهم نتايا؟ للأم إن شاء الله للوالدة وما نستعملش هاد الأمور يعني خلاص هيا مبروك عليك أيمن شكرا يعطيك الصحة بارك الله إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية العدد الأول من حصتكم إيكو كويز نلتقي غدا إن شاء الله في نفس التوقيت نفس القناة كونوا في الموعد